السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصه اخرى اللي ان شاء الله تعالى غادي تكون استمراريه بالنسبه للحصص الرمضانيه. وكنقول لكم بصحه فطوركم ورمضان كريم. دونك ان شاء الله تعالى غادي نبداو. قلنا هذه الحصه هذه غادي تكون خصيصا لي تيب دو نيفيرمون ديريكت. كيف ما شفنا في الحصه اللي فات ذكرنا لا ديفينيسيون ديال النيفيلمون وكيفاش كنحسبوا الزيد اولا لالتيتود اولا الكوت بالنسبه للنيفيلمون ديريكت. هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا لي تيب، واش عندي غير تيب واحد ديال النيفيلمون اولا عندي بزاف ديال الاشكال وديال الانواع. بطبيعه الحال هذا التساؤل هذا غادي نجاوبوا عليه في هذه الحصه هذه باذن الله. اتفقنا؟ دونك اول حاجه خصني نعاود نسترجع النيفيلمون. دونك قلنا النيفيلمون هو اللي كتكون عندي فيه واحد لا ستاسيون بحال ما هكا، كتكون عندي هنايا مير ياك، وكذلك كتكون عندي هنايا مير، يعني وكندير هاد لي فيزي على حساب لو سونس انا فاش غادي، سواء غادي هكا سواء غادي هكا، كندير دي ليكتور ديريكت و دي ليكتور افون، دي ليكتور عفوا اغيير و دي ليكتور افون. مزيان هنايا بغينا نحاول نشوفوا لي تيب وكيفاش يمكن ليا انني نعرف هاد لي تيب. نقول مثلا ان فوا نشوف واحد الحاجه غادي نقول هذا راه تيب الفلان فلاني. غادي نبدا لكم باسهل واحد اللي هو هادي راه في اون بلان، هادي في اللي بغيت ندير دابا في اون بلان ياك، ها هي لا ستاسيون ديالي ياك. شفت مثلا لو بوين ا وفيها زد ا، اتفقنا؟ اشنو شفت هنايا؟ شفت لو بوين بي، هنا شفت لو بوين سي، وهنا شفت لو بوين دي، اتفقنا؟ مزيان. انا كاين في نفس لا ستاسيون، شفت من ورايا زد دو ا، يعني غتكون فيها ليكتور اغيير ياك، وانا نشوف قدامي شفت اش؟ شفت بي اللي بغيت نشوف فيها ليكتور افون، سي كذلك بنشوف فيها ليكتور افون، و دي بنشوف فيها ليكتور افون. اتفقنا؟ هاد لي ليكتور هادو كاملين كيعطيوني واحد الشكل اللي هو كنسميه النيفيلمون ديريكت باغ غيونمون. اتفقنا؟ يعني اون فوا نشوف انا هاد الشكل هذا ديال اللوفي، يعني كنكون في بلاصتي ما كنتحركش، كنشوف هاد لي بوين في اللور ديالي وكنشوف يا اما بوين او لا اكثر، فهمتي؟ كنقول باللي راه هاد النيفيلمون هذا نيفيلمون ديريكت بار رايونمون، حيت كاين بعض الاسئله كيقولوا لك اعطيني لو تيب دو نيفيلمون، هما عرفوه نيفيلمون كيقول لك لو تيب ديالو. اتفقنا؟ مثلا ما عطوك الشيما وليني عطوك طابلو، كيفاش غادي يكون هذا الطابلو؟ غادي يكون بحال ما هكا. ركز معايا مزيان، الله يجازيك بخير، هاد المعلومات مهمه جدا باش تحدد لك المصير ديالك فين في الاكزامان الاخراني. اتفقنا؟ هادي البوان ياك، هادي ليكتور اغيير، هادي ليكتور افون ياك. نزيدو مثلا واحد الخانه اخرى هنايا، هادي نعتبروها سميتو نعتبروها ا، وهادي بي، وهادي سي، وهادي دي. ورد معايا راه دائما بغيتي تلقى هاد لا فورم، فهمتي؟ هاد لا فورم اللي بغيت نقول لك انا دائما غادي تلقاها فين فاش غادي يكون عندك نيفيلمون ديريكت باغ غيونمون. اشنو غادي يكون؟ غادي تكون عندك ليكتور اغيير والاخرين كلهم ليكتور افون. يعني ان فوا انا لقى شي طابلو بحال هاد الطريقه اولا بحال هاد الشكل، غادي نقول في لو تيب دو نيفيلمون هو ان هاد النيفيلمون هذا ديريكت بار رايونمون. اتفقنا؟ نيفيلمون ديريكت بار رايونمون. هنايا ما باقيش عندنا الاشكال. دابا اسيدي بينا نشوفوا لا ميثود اولا لا فاسون ديال الكالكول ديال هاد النوع، فهمتي؟ لا ميثود ديال الكالكول ديال هاد النوع سهله جدا. اشنو كنمشي كندير؟ مثلا بغيت زد دو بي، زد دو بي ايغال، باش ما ندخلوش في هاد التفاصيل هادي نعرفو بعدا لي نيفيلمون. المهم غادي نكملو الحساب، زد دو بي هي زد دو ا بلوس ليكتور اغيير موان
ليكشور اغيير فاش في أ وليكشور أفون فاش في بي وتنكون حسبت بي كذلك ومثال بالنسبة للسي وبالنسبة للدي نفس لا ميثود فهمتي هادي بتبقى وهادي بتبقى شنو بتبدل ليها بتبدل ليها ليكشور أفون في الأخرى بتكون هي ليكشور أفون ديال سي يعني زد دو سي بتساوي ليا زد دو أ بلس ليكشور أغيير ديال أ ليكشور أفون في سي ياك هنايا زد دو دي بتساوي ليا زد دو أ بلس ليكشور أغيير في أ موان ليكشور أفون في دي اتفقنا مزيان انا عرفت لا ميثود لكالكول عرفت كيفاش نجبدو وعرفت اشنو نقول عليه فهمتي دونك دابا ما بقاش عندي اشكاليه في نيفالمون ديريكت بار رايونمون اتفقنا عندي واحد المساله كتعاود ليا هنايا وخصني نسميها اسم طبيعة الحال عندها اسم ديالها خاص شوف معايا شوف اشنو كيبان لك هنايا كيبان لك ان زد دو او ليكشور اغيير تاع تاع كيتعاودوا هادو كيتعاودوا ها هما كيتعاودوا لي وقت ما بغيت نكالكولي شي بوين ياك كيتعاودوا لي هادو اشنو كنسميهم كنسميهم بلان دو فيزي فهمتي كنسميهم بلان دو فيزي مزيان الامور حتى لهنايا غاديه بخير وعلى خير علاش حيت فهمت شنو هو النيفيلمون عرفت كيفاش يمكن ليا انني نجبد نيفيلمون ونفرق ما بين نيفيلمون بارايونمون وما بين وحجين اخرين هذوك الاخرين غادي نذكرهم دابا ان شاء الله اتفقنا دونك بالنسبه لا ميثود جات لك الكير راه غادي تكون هي هاجي وقلنا هذا راه هو ما يسمى بالبلان دو فيزي اتفقنا دونك نمسحوا السبوره وديك الساعه نرجعوا لكم بالنسبه للنيفالمون او لا لو تيب الثاني اللي غادي نخدموا عليه هو تيب حتى هو مهم جدا وما يمكنش ليك كتوبوغراف انك تفرط في هذا النوع هذا او لا ما تعرفش انك تخدمه اتفقنا دونك ضروري خصك تكون عارف تجبدو وعارف ديري الكالكول ديالو من الاول للاخر وهذا هو اللي كيشكل اشكاليات بالنسبه لبزاف ديال لي توبوغراف اتفقنا دونك خليك معايا باش نعرفوا كيفاش كتكون لا في اون بلان في اون بلان ديالو ياك كنبدا من واحد لو بوين نسميها مثلا لو بوين ا ها هي ستاسيون كنمشي للبوان الاخرى ستاسيون بوان اخرى بوان اخرى هادي بوان اي كمثال وهادي البوان الاخراني هادي بوان ا هادي البوان واحد بوان جوج بوان ثلاثه وهادي لو بوان بي واحد المساله مهمه خصك تعرفها معايا هنايا هي اش شنو كيبان لك هنايا كيبان لك بلي لو بوين اللي انا بديت بها ماشي هي البوين بالساليت يعني البوين باش بديت هي البوين ا خص ضروري يكون عندها الزد يعني راه بديت بها لو بوين الثانيه اولا الاخرانيه خص حتى هي يكون عندها الزد ديالها وكنتم غادي هادو هما اش لي ستاسيون كيفاش لو سونس داير كنمشي في هاد الجهه او لا نمشي في الجهه الاخرى اللي عجبني بحال بحال اتفقنا على حسب انا اشنو فرض عليا التيرا واش نبدا من هنا ونمشي لهنايا ولا نمشي من هنا لهنا بحال بحال واخا وفي حاله انا كنت غادي في هذا لو سونس هنا شنو بيكون عندي ليكتور اغيير هنا شنو بيكون عندي ليكتور افون ولكن الا جيت لهنايا اشنو بتولي عندي هادي بتولي عندي ليكتور اغيير وهنايا ليكتور افون هنا عاوتاني ليكتور اغيير هنا ليكتور افون الا تبدلت هنا غادي تولي ليكتور اغيير وهذه ليكتور افون اتفقنا دونك بالنسبه كشيما غادي نعرف هذا السيستم هذا خصني نقول اشنو اشنو كيتسمى كيتسمى نيفالمون كيتسمى نيفالمون ديريكت بار cheminement
اون كادرينغ. اتفقنا؟ يعني شو مينمو اون كادري نيفلمو باغ شو مينمو اون كادري مزيان. بالنسبه للشيما هاني عرفتها، عرفت انفو غير نشوف البدايه عندها زيد ديالها والنهايه عندها الزيد ديالها، كنقول هذا شو مينمو اون كادري، يعني مكادري مؤطر ما بين جوج ديال لي ريفيرونس، ريفيرونس الاولانيه والليفيرونس الخرانية. اتفقنا؟ كنسميه يعني لا تعطاك لو تيب دو نيفالمون اللي انت خدام عليه، كنقول نيفالمون ديريكت بار شيمينمون اون كادري. اتفقنا؟ حاجه اخرى اللي هي بالنسبه للطابلو، كيفاش كيكون عندي طابلو نتاع نيفالمون بار شيمينمون، تيكون عندي بحال هذا الشكل. طبيعة الحال انا مازال ما عمرتش هذه، يلا حنايا واصلين بالنسبه للبوان اللي كتشوف اغير اللي كتشوف افا، ياك باش ما نحاولوش نمشيو اكثر من القياس وما تستوعبوش معايا. انا بغيتك تستوعب كل شيء، تستغل هذه الفرصه هذه وتستوعب كل شيء مادام كل شيء جا عندك. اتفقنا؟ مزيان. عندي هنايا البوان، عندي هنايا الكو اغيير، عندي هنايا الكو افون. كاين اللي غادي يقول لك اشنا هي الكو اغيير كو افون؟ انا قلت لك ديك المره قلت لك بلي عندي جوج ديال الحوايج، لوكو اغيير راه كيساوي لي ليكتور اغيير، بحال بحال غير سينونيم مرادفات، وكذلك الكو افون هو ليكتور افون. اتفقنا؟ مزيان. هنايا قلنا البوان ا، بوان واحد، بوان جوج، بوان ثلاثة، لو بوان بي. ورد معايا البال، لو بوان باش كنبدا ماشي هي البوان باش كنسالي. اتفقنا؟ هذا من جهه. من جهه اخرى انك تكون عندي البوان الاولانيه كيكون عندي فيها ليكتور اغيير، الاخرين تيكون عندهم بجوج الا هذيك الاخرانيه. دونك كنبدا بليكتور اغيير وكنسالي بليكتور افون، وما بين او بي بجوجهم خصهم يكونوا عندهم ليكتور اغيير وليكتور افون. اتفقنا؟ دونك بالنسبه للكالكول ما غاديش ندخل في الكالكول ديال هذا النيفالمون اون كادري، علاش؟ حتى نعطيه حقه وطريقه في حصه كامله من الاول ديالها حتى الاخر ديالها، غادي نشدو الكالكول ديالها مضبوط. اتفقنا؟ بالنسبه للشومينمون قلنا بالنسبه للشومينمون اون كادري راه عرفنا الطريقه ديالو، ياك غادي نمشيو لشومينمون اخر اللي هو كيكون فيه الاولاني اللي قلنا اللي هو نيفالمون، اللي هو نيفالمون ديريكت باغ غايونمون، وكيكون فيه كذلك نيفالمون ديريكت باغ شومينمون اونكادري. يعني كيكون عندي الرايونمون وكيكون عندي شومينمون في نفس الوقت. هاي 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 جهدنا، يعني ما بقيناش حنايا كنخدموا غير بميثود وحده، ولينا كنخدموا بزاف ديال لي ميثود. دونك حنا هنايا مفروض عليا انني نركز ونركز مزيان مزيان، ياك ورد معايا البال. شوف هنايا مثلا انا في هاد لا ستاسيون انا نشوف واحد البوان اخرى سميتها اكس، شفت بوان اخرى سميتها ايغريك، وانا نجي لهنايا وانا نعاود نشوف واحد البوان اخرى سميتها زد، جيت لهنايا وانا نشوف واحد البوان اخرى سميتها دبليو. دابا انا فاش غادي في هاد الليل الكحله اشنو كنت كندير؟ كندير شومينمون. وهاد الليلين الزرقين اشنو كنت كندير؟ واه على حساب اخويا ما فهمت من داكشي الاولاني، انا جالس في بلاصتي وكنشوف بزاف ديال لي بوان، دونك كندير رايونمون. عندك الصح، عندك الصح، كدير رايونمون. دونك هاد لو تيب هذا قلنا فيه الرايونمون وفيه الشومينمون، اشنو كنسميوه؟ كنسميوه سيجي نيفالمون، نيفالمون ديريكت ياك باغ شومينمون ميكست. علاش ميكست او لا علاش مخلط؟ حيت مخلطين فيه جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولانيه هي شومينمون
والحاجه الثانيه هي الريونمو. فاش كيتخلطوا ليا بجوج كنقول باللي راه انا درت شومينمو ميكست. اتفقنا؟ درت شومينمو ميكست مزيان. بقى لي نوع واحد، واحد النوع ما غاديش نذكره حتى من بعد ان شاء الله تعالى. هاد النوع عاده ما غاديش يكونوا عندي فيه هاد لي رايونمو، وممكن يكونوا ماشي مشكل فهمتي، وممكن يكونوا الحاله الخاصه غادي نحاول نخليها من بعد. الحالات الخاصه كنخليها من بعد. بعد واحد المساله قبل ما ننسى، بالنسبه للشومينمو ميكست خصنا نشوفوا الطابلو ديالو ضروري ومؤكد، ياك سنشوف الطابلو ديالو خصني نزيد فيه أربعة ديال الحوايج. أربعة شحال من بوان كانت تما؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، خصني نزيد أربعة ديال لي طابلو. واحد جوج ثلاثة أربعة، المهم غير تقريبا وصافي. أ شفناها، شفنا الأغيير ديال أ ياك، شفنا البوان الأولى اللي قلنا سميناها إكس شفناها في لافون، شفنا البوان الثانية اللي قلنا سميتها إكريك شفناها حتى هي بلافون ياك، شفنا الان باش بلافون بلافون جيني، شفنا الان بلاغيير، شفنا الجوج، شفنا الجوج بلافون كذلك شفناها بلاغيير ياك. فاش جينا شفناها بلاغيير اشنو شتنا؟ شتنا هاد البوان اللي كانت هنايا نسميوها زيد، شفناها افون ياك، وشفنا البوان 3 افون، عاوتاني شفنا البوان 3 اغيير ياك، وكذلك شفنا هذيك دوبل في شفناها افون، وشفنا لو بوين بي شفناها افون. بحال هكا فاش كيكون عندي الميكس كيكون عندي دي بوين ما عندهمش لاغيير ديالهم، كيكون عندي دي بوين عندهم لافون ولاغيير ديالهم. صف البدايه والنهايه، البدايه والنهايه هما اللي تيبينوا ليا اش من تيب انا فيه. شومين مو اون كادري هادو اللي عندهم بجوج، يعني عندهم عندهم لاغيير وعندهم لافون، يعني هادو شنو كيتسموا؟ كيتسموا بوين دو شومينمون. اتفقنا؟ بالنسبه لهادو اللي يكون عندهم هي لافون بوحدو من غير هادي، هادي لا، هادي محسوبه على بوين دو شومينمون. بحال مثلا هادي 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 هادي، هادو شنو كيتسموا؟ كيتسموا دي بوين غيوني. اتفقنا؟ دي بوان غايوني مزيان. هنايا غادي نحاولوا اننا نشوفوا المثال الاخير اللي هو الا كانت عندي مثلا هنايا البوان 4 ورجعت لسميتو نفس البلاصه اللي هي البوان البوان زد ا. اتفقنا؟ شوف معايا هنايا شنو تيكون عندي؟ كنبدا من واحد البوان كنرجع ليها. هاد النوع هذا كنسميوه نيفالمون ديريكت بار شومينمون فيرمي. شومينمون فيرمي كنبدا من واحد زيد وكنسالي فيها. بحال مثلا هنايا بغا تكون عندي الواحد جوج ثلاثة أربعة، وهذه شنو بتكون؟ أ يعني نفس البداية ونفس النهاية. هنا أغيير، هنا أفون، أفون أغيير، أفون أغيير، أفون أغيير، أفون أغيير، وهنا لافون. نفس البداية عندي لاغيير وعندي لافون. اتفقنا؟ عندي لاغيير وعندي لافون. واحد المسألة باش كنعرف شومينمون هو كنلقى لاغيير كنلقى لافون في الأخر، هذه ما عندهاش لاغيير فهمتي؟ وهادشي كامل هادي بوان شومينمون. باش كنعرف ان هذا راه شومينمون فيرمي هي البوان الاولانيه هي البوان الاخرى. اتفقنا؟ بالنسبه للكالكول المضبوط ديالهم علاش درت تاع الشومين تاع الغيونمون؟ حيت ساهل ما فيهش بزاف، ما الاخرين بيخصنا حصص ليه ضروريه. اتفقنا؟ دونك نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا معايا الحصه بشكل ممتاز، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.